باراجراف عن صحراء جوبي. يلا بينا. أعطيلك طبعا كلمات مفتاحية، أعطيلك sand dunes، وأعطيلك wind، وأعطيلك dry، وأعطيلك local people. سوري يا جماعة، the جوبي desert يعني صحراء جوبي. هقول لك كلمة كلمة، لأن في ناس بتقول لي يا مس أنت مش بتوضح اللي. فأنا لا، ده أنا هوضح لك حرف حرف أنا بعمل إيه بالظبط. صحراء جوبي، أنا استخدمت العنوان وبعدين لازم أتكلم، هقول ما أنا هفضل ساكتة، قلت صحراء جوبي هسكت. لا طبعا، هقول صح the جوبي desert has يعني لديها boiling hot day يعني جو فظيع في الصيف بالنهار بيغلي but it's nice sorry it's night هنا it's دي اس ملكية يا شباب it's night يعني ليلها is freezing cold freezing يعني بيتجمد من البرد you can see its sand dunes in many pictures في صور كتير it has the biggest هي عندها أعلى ال biggest sand dunes أعلى كثبان رملية people, local people أو people على طول من غير local يعني people called them الناس بتسميهم the dry sea البحر الجاف as على أساس إيه it is 60 meters long يعني 60 meters طول قصدي يعني طولها حوالي 60 متر و 20 meters long والطول حوالي 20 متر فطبعا كبيرة جدا the wind الرياح makes ما ينفعش اقول لان هي اصلها مفرد فانا عشان كده قلت makes strange noise يعني الرياح بتعمل ضوضاء غريبة like زي ايه drums زي الطبل or songs او اغاني تمام it has a huge yellow waves يعني ضوضاء يعني موجة صفراء كبيرة when عندما أنا قلبت الجملة اللي عندنا في الكتاب يعني الجزء الثاني ده هو كان الأول واستخدمت when عشان خاطر يعني إيه أفكركم ب when ديت اللي هو أداة شرط when it when the أو when the wind ماشي لما الرياح rules بقى عشان المضارع the sand لما الرياح بترول الايه الرمل فبيحصل الهيوج I think انا اعتقد احط بقى رايي انا ما احطش رايي ليه كطالب او كحد متابع يعني I think جوبي desert اللي هي صحراء جوبي انا ما شفتهاش الحقيقه بس اعتقد انها رائعه has a fascinating عارف fascinated دي البني ادمين انما fascinating للايه للحاجات اللي هي العاديه حط لاين جي يعني بدل ما تحط الاد حط اي ان اي جي is a has a fascinating landscape يعني مناظر خلابه although او accept أو but it considered يعني تعتبر one of wastelands
ويست لينز ان ذا وورلد. يعني هي صح تحفة، بس هي واحدة من الأراضي القفر في العالم. يلا باي.